مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، بنرحب بكم طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي هنا من إمارة الفجيرة، والحديث متواصل معكم خلال هذه الأيام من داخل بعثة فريق النادي الأهلي عن مباراة الفجيرة والأهلي احتفالا باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تاريخ وإنشاء هذا النادي العريق هنا في إمارة الفجيرة، هذا النادي اللي بيقوده دييغو أرماندو مارادونا نجم كرة القدم العالمية والأسطورة العالمية في كرة القدم وتاريخ كرة القدم سواء في البطولات الأوروبية أو حتى في كأس العالم. هنا في بعثة فريق النادي الأهلي اهتمينا بشكل مختلف شوية عن الصحافة الإماراتية، ركزنا إزاي تحدثت الصحافة الإماراتية عن مباراة الأهلي والفجيرة والعناوين الرئيسية والمنشتات التي تمت بها هنا الزملاء الصحفيين في الإمارات، خاصة هناك أيضا عدد كبير جدا من زملائنا الصحفيين المصريين مقيمين هنا في الإمارات وبيعملوا في على العديد والعديد من الصحف والوكالات الكبيرة هنا في الإمارات. وبالتالي في هذه اللحظات يسعدني أن يكون معي الأستاذ علي معالي الناقد الرياضي المصري بجريدة الاتحاد الإماراتية. أستاذ علي برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وبنتكلم في يوم زي ده عن الصحافة الإماراتية وماذا تحدثت عن هذه المباراة. أهلا وسهلا، أهلا بيك وبالسادة الضيوف وبالسادة المشاهدين. أعتقد الصحافة الإماراتية بشكل عام بتهتم بأي نادي مصري، فما بالك بالنادي الأهلي اللي صاحب الجماهيرية العريضة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الإمارات. بالتالي أفردت الجرائد الأربعة الاتحاد والخليج والبيان والإمارات اليوم مساحات، يعني أقول لك صفحة في كل يوم. أعتقد دي حاجة تليق بهذا الحدث الكبير، اعتبارا أنه كمان يوبيل ذهبي لنادي في حجم نادي الفجيرة، أحد إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، نادي له تاريخ أيضا في دور محترفين، نادي يقوده أحد أمهر وأحد أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ دييغو أرماندو مارادونا. أعتقد ده حدث اهتمت به كل الصحافة إن لم يكن الإماراتية العربية والعالمية في نفس الوقت. وأنا معاك وهنعمل جولة في الصحف، لأن النهاردة احنا طبعا كان معنا الصحف الإماراتية وتنوعت الكتابات والمنشتات بين صحيفة وأخرى، وكلهم من خلال بالتأكيد متابعته الصحفية. أبرز المنشتات والعناوين والصور كمان اللي اهتمت بها الصحافة الإماراتية لنشرها عن بعثة فريق النادي الأهلي وفريق الفجيرة الإماراتي. يعني الصورة البارزة في جريدة الخليج على سبيل المثال كان صورة بارزة لدييغو أرماندو مارادونا واثنان من لاعبي الأهلي للأسف لم يحضر مع الفريق، واثنين من لاعبي الفجيرة أيضا، دي كانت الصورة الرئيسية للصفحة الأولى في جريدة الخليج. أيضا جريدة الاتحاد عنونت بعنوان جميل الفجيرة 50 موعد مع التاريخ، أعتقد ده حدث يعني عنوان جميل، في نفس الوقت صور متنوعة لدييغو أرماندو مارادونا، تصريحات متنوعة للاعبي الفريق حسام غالي، لمدرب الفريق طبعا ووصول كابتن حسام البدر اليوم. يعني أنا شايف أن تقارير متنوعة في كافة الجرائد الإماراتية، هذا يدل على مدى الاهتمام الإعلامي الإماراتي بهذا الحدث الذي أعتقد أنه من أبرز الأحداث في الوقت الراهن في دولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا الصحف الإماراتية ألقت الضوء على زيارة ووجود بعثة النادي الأهلي وتلبية دعوة الشيخ مكتوم بن حمد رئيس نادي الفجيرة لبعثة الأهلي بالأمس على العشاء، والصحف الإماراتية تحدثت عن هذه الزيارة في منشتتها النهاردة صباح اليوم المباراة. صراحة سمو الشيخ مكتوم من الرياضيين الأوائل في الفجيرة وفي دولة الإمارات، وأعتقد أنه دعوة الأهلي ليست جديدة على إمارة الفجيرة، في سنة 99 زار الأهلي الفجيرة أيضا، ومعلومة قد لا يعلمها الكثيرون أن الفجيرة كان الاسم السابق هو أهلي الفجيرة، فبالتالي في توأمة في الاسم وحاليا في توأمة في كافة الأمور. فدعوة سمو الشيخ مكتوم أعتقد دي يعني دائما يرحب بالضيوف المصريين، فما بالك بالنادي الأهلي وأي نادي مصري بيأتي مش للفجيرة فقط لكن لأي مكان في الإمارات يلقى الترحيب بشكل لائق جدا. يعني أستاذ علي، ماذا كتبت عن هذه المباراة؟ وبالطبع حصلت على تصريحات من مارادونا بخصوص هذه المباراة، وماذا قال عن فريق النادي الأهلي؟ مارادونا يعلم الأهلي مسبقا، يعني مارادونا طبعا من خلال، ودي حاجة يجب ذكرها، المترجم الخاص مع مارادونا وأحد المساعدين مع مارادونا الأستاذ محمد النجار، واحد من المصريين الذين أبرزوا الكرة المصرية بشكل لائق جدا أمام دييغو أرماندو مارادونا. وبالتالي عندما يأتي أي نادي الإمارات الزميل والأستاذ محمد النجار بيطرح الفكرة على مارادونا، والرجل شاف الآلة قبل كده مع اي سي ميلان في نادي في العين، ووجهت لي دعوة لكن معرومة في ملعب استاد هزاع بن زايد، وبيرحب بأي مباراة مصرية خاصة الأهلي على اعتبار أنه شاف جماهير الأهلي في هذا الملعب، وعلى موبايل مارادونا تحديدا في صور لجماهير الأهلي، فهو يتمنى فعلا أن تكون مباراة في وقت غير هذا التوقيت، لأنه
لتوقيت نفسه مارادونا منشغل في حاجه خاصه بدوري والصعود لدوري محترفين، وبالتالي كان يتمنى بالفعل ان تكون المباراه وقت غير هذا التوقيت، لكن الاحتفاليه بشكل عام هو مهتم على اعتبار انها بيهتم انه 50 سنة مع اقتراب الفريق للصعود، وبالتالي يطمح انه يلعب مع الاهلي يكتسب معنويات جديدة لكي يسير في الدوري بشكل ايجابي ان شاء الله. هنا الصحافة بتتحدث عن التاريخ، يمكن الاهلي سبق ليه مباراة مع الفجيرة في التسعينات او اواخر التسعينات، ولا الصحافة بتهتم بالناحية الخبرية والمعلومة هنا في التقارير الخاصة بالمباريات؟ هي عامة لما تفرد صفحة بيكون فيها كافة الأجزاء، الشق الخبري، الشق التقريري، الشق الحواري، الشق للتصريحات، كل الأمور تبقى موجود، لأن عندك صفحة بتحرك فيها زي ما أنت عايز، على عكس ما يحدث للأمانة في الصحافة المصرية. الاهتمام ما زال منصب في المقام الأول على الشق الخبري، والخبر أصبح في الوقت الراهن للأمانة بعيد تماما عن الانفراد، لأن المواقع وتويتر والفيسبوك أصبحت تهدد الخبر بشكل كبير. فأصبح الاهتمام في الصحافة الإماراتية حاليا على التقارير، على القصص الكروية اللي هي أصبحت مقروعة، على الحوارات، على الانفرادات في حوارات خاصة، عمل ملفات خاصة، دي أصبحت السمة الأساسية في الصحافة الرياضية الإماراتية بشكل عام. سؤال أخير أستاذ علي، وأنا سعيد بوجودي معك طبعا هنا في الإمارات وبنتحدث عن الصحافة الإماراتية، لكن آخر خبر تم ذكره في الصحافة الإماراتية، اللاعبين العرب المتواجدين من خلال صورة عموري واللاعبين المشاركين في دوري الخليج العربي مع نادي الفجيرة في هذه المباراة. وجود عمر عبد الرحمن أحد أبرز لاعبي قارة آسيا، وجود علي مبقوت أحد أبرز هدافي الدوري الإماراتي والكرة في آسيا، أعتقد ده سيضفي على الاحتفالية اليوم أجواء أخرى، باعتبار أن عموري واحد من أمهر اللاعبين حاليا في الوطن العربي. وكنت أتمنى بالفعل أن يكون الأهلي بكامل قوته، على اعتبار نشوف ماتش بين نادي عريق ولاعبين أيضا لديهم العراقة في الكرة مثل عمر وعلي مبخوت، لكن إن شاء الله أنا متوقع أن المباراة هتكون إيجابية وفعالة ويستمتع بها أكثر من 10,000 متفرج إن شاء الله. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بكم هنا من إمارة الفجيرة وكواليس هذه المباراة الهامة بين الفجيرة والأهلي احتفالا باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على إنشاء هذا النادي العريق هنا في إمارة الفجيرة. مباراة هامة جدا بيولي بها هذا الاهتمام جماهير النادي الأهلي والتي جاءت من كل مكان هنا في الإمارات العربية المتحدة لتشجيع والتواجد مع فريق النادي الأهلي والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن وصول النادي الأهلي إلى الإمارات يعتبر عيد بالنسبة للجماهير المصرية وجماهير النادي الأهلي في كل مكان. مباراة هامة جدا بالنسبة للجهاز الفني أيضا للنادي الأهلي، رغم كونها مباراة ودية لكن الجهاز الفني بيعول عليها بشكل كبير للاستفادة من الدفع بعدد من اللاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة بشكل أساسي خلال الفترات الأخيرة، وبالتالي بعثة فريق النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين هنا في الإمارات يستعدون لهذه المباراة من خلال عدد لاعبين قوامه 15 لاعب، نتيجة بالطبع غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين نتيجة مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية في الأجندة الدولية التي تقام في هذه الفترة استعدادا لكأس العالم بروسيا في صيف العام الجاري عام 2018. علاوة على ذلك هناك 4 لاعبين أجانب منضمين لمنتخبات بلادهم، سواء علي معلول في المنتخب التونسي، جونيور أجايي في المنتخب النيجيري، وليد أزارو في المنتخب المغربي، وباكا اللاعب الجنوب أفريقي. وبالتالي تشكيلة فريق النادي الأهلي اليوم في هذه المباراة لن تختلف ولن يوجد فيها أي مفاجآت، حيث يحرز مرمى النادي الأهلي علي لطفي حارس مرمى الفريق، متواجد في خط الدفاع محمد نجيب، محمد هاني، باسم علي، صبر رحيل، هناك فرصة للدفع باثنين من الصاعدين والناشئين محمود الجزار وكريم يحيى، في وسط الارتكاز هناك حسام غالي، عمرو السوليه، هشام محمد، وفي الأمام ميدو جابر وأحمد حمودي ومحمد شريف. وبالتالي الجهاز الفني بيستعد من خلال هذه أو من خلال هؤلاء اللاعبين في هذه المباراة. كابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي وصل صباح اليوم بعد وصول البعثة ب 48 ساعة، وسيكون اليوم المدير الفني لفريق النادي الأهلي وسيقود المباراة من الناحية الفنية، وعقد اجتماعا فور وصوله مع الجهاز المعاون الكابتن أحمد أيوب المدرب العام والكابتن سيد معوض مدرب الفريق والكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لبحث استعداد الفريق لهذه المباراة والبرنامج الذي وضعه الكابتن حسام البدري قبل سفره إلى كندا لزيارة أسرته والاطمئنان عليها خلال الفترة الحالية. كواليس كتيرة متابعة حصرية لهذه المباراة مع بعثة فريق النادي الأهلي، تذاكر المباراة نقدر نقول نفذت بنسبة 90%، السعة المقررة في استاد نادي الفجيرة حوالي 10,000 متفرج، وبالتالي سيكون هناك زخم وحضور جماهيري كبير في هذه المباراة. تفاصيل أكثر تابعونا من خلال هذه التغطية الخاصة.
النادي الاهلي بيمثل لحضرتك كل حاجه. احنا ابا عن جدا يعني اهلاويه طبعا، مبسوطين ان احنا هنا في وسط الاهل الامارات واحنا وهم واحد وربنا يبارك فيهم يا رب. انا من وانا صغيره متربيه على الاهلي في البيت من ايام ما كنت في مصر وانا اهلاويه يعني. اهلاويين بالفطره يعني، اصحاب واهل ومصري يعني اهلاوي يعني من الاخر يعني. الاحتفاليه دي صراحه اليوم يوم جميل وبيمثل تلاحم ما بين الشعب الاماراتي والشعب المصري قبل ما تكون مباراه كره قدم. الاهلي صاحب السعاده، صاحب البسمه، صاحب الفرحه بره وجوه. وانا عاوز اقول كلمه صغيره، خلي اللي يقول واحنا نكسب ونعبي بطولات ونخليهم يعيشوا في الاوهام. النادي الاهلي فرحه دايما، بيفرح في اي مكان بيروحه، ودي دول على شعبيه النادي الاهلي في الخليج. اللي بيقولوا النادي الاهلي شعبيته قليله في الخليج، لا دي في الخليج وفي اي مكان في الوطن العربي او في هتلاقي جماهير النادي الاهلي. انا تاني مره النادي الاهلي جه هنا وانا احضر المباراه 99 كنت هنا، والسنه الحمد لله كنت هنا، وليا شرف ان انا كنت اهلاوي، اهلاوي جدا جدا يعني. وبشكر اهل الامارات واهل الفجيره خصوصا على استضافه النادي الاهلي. انا بعشق النادي الاهلي، انا وابويا وجدي كلنا بنعشق النادي الاهلي ابا عن جد. الاحتفاليه ما فيش احسن من كده يعني، كلنا اخوات والفريقين اخوات يعني، واحنا اهلاويه من زمان يعني، بنشجع النادي الاهلي من زمان. اهلاوي من ساسي لراسي، ومعايا بنتي اهلاويه برضو، واحنا حريصين على كل الماتشات اللي بيجي فيها فريق الاهلي ابو ظبي هنا. هنا طبعا ما حضرناش قبل كده، دي اول مره، بس طبعا بنحضر بقى في العين وفي ابو ظبي وكده. حلو قوي، وانا مبسوطه جدا ان فجيره جت استضافت الفريق الاهلي، ودي حاجه حلوه جدا وان شاء الله تتعاد. احلى حاجه ان الواحد اصلا يقطع المسافات عشان يجي يحتفل بالنادي. حضرتك جايه منين؟ انا من عجمان. اشكر الشيخ مكتوم على الاحتفاليه الجميله ديت، وان هو جاب اللعيبه عندنا هنا، وطبعا فرحه كبيره لينا كلنا هنا طبعا. الاهلي ده كل حاجه في حياتنا كلها، حتى بنتي ديت دي طالعه اهلاويه فظيعه. حاجه جميله جدا ورائعه، انا انبهرت اول ما دخلت الفجيره. انا جيت 76 واحنا 2018، الحين 42 سنه بالظبط، شفت تغير. احنا لعبنا على الرمل، كان الملاعب رمل، ما كانش فيه الجمال والحلاوه دي، حاجه تطور بفضل الشيوخ طبعا بارك الله فيهم. النادي الاهلي النهارده الاحتفاليه اللي بيجيها هنا النهارده بمرور 50 سنه على تاسيس نادي الفجيره، بتمثل ايه للشعب الاماراتي والناس اللي عايشين هنا في دوله الامارات؟ والله الاهلي مش جديد عليه، انا جيت مع بعثه الاهلي قبل كده في تكريم حارس المرمى النادي الاهلي ومنتخب الامارات ناصر علي، كنت مع البعثه، ودايما الاهلي في الحاجات دي سباق يعني، وحاجه جميله جدا. شايف الجمهور الاهلاوي جاي من جميع انحاء دوله الامارات العربيه المتحده. تحب تقول ايه للنادي الاهلي النهارده؟ أقول للأهلي مبروك على الدوري بالنسبة أهل القاهرة طبعا، مبروك على الدوري. أقول لأهل الفجيرة عقبال الألفية مش والمئوية والألفية إن شاء الله. مبروك النهاردة الأداء، الفوز والنتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله ماتش ودي كويس، نحمد ربنا طبعا على النتيجة، وده استعداد للدوري بتاعنا اللي هيرجع إن شاء الله بعد استعداد المنتخب لكأس العالم إن شاء الله. وكيف الاحتفالية النهاردة بتاعت الاحتفال الذهبي بنادي الفجيرة؟ احتفالية طبعا أكثر من رائعة، تنظيم على أعلى مستوى، بنهنيهم طبعا بمرور 50 سنة على تأسيس النادي، وبنهنيهم طبعا على الصعود السنة دي. بالنسبة للأهداف اللي سجلتها النهاردة وأدائك النهاردة الممتع اللي متعت بيه الجماهير، تحب تقول إيه؟ بقول الحمد لله طبعا على الأداء النهاردة بمجهود زمايلي طبعا، وإن شاء الله اللي جاي بأحسن شهر. احتفالية طبعا ما شاء الله حاجة تشرف يعني،
الحمد لله النهارده الفرقه كانت مركزه في الماتش بشكل كويس، كنا مركزين في الماتش والحمد لله احنا قدرنا نكسب النهارده. بتقول ايه النهارده الاداء رغم غياب لعيبه كبيره النهارده موجوده في المنتخب وغيابات كتيره موجوده على النادي الاهلي؟ لا لا، النادي الاهلي تعرف اي لاعب في النادي الاهلي، كل لاعب في الاهلي كلها يعني سواسيه، اللعبة كلها بتتمرن كويس، كله بيعمل اللي عليه. الحمد لله يعني شايف النهارده اللعيبه كلها الناس اللي غايبه، الناس اللي غايبه عن الماتش النهارده، الناس اللي حضرت النهارده كلها ادت بشكل كويس، كانوا كويسين الحمد لله. بتقول عن استعدادات النادي الاهلي للمشوار افريقيا في الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله طبعا مشوار افريقيا، طبعا اللعيبه كلها مركزه طبعا في افريقيا، زي ما انت حضرتك عارف السنه اللي فاتت النهائي خسرنا النهائي، وان شاء الله السنه دي نعوض ان شاء الله وناخد البطوله. طبعا بنبارك لفريق الفجيره على اليوبيل 50 سنه مرور تاسيس النادي، واحتفاليه كانت جميله جدا واتبسطنا جدا، والناس مقابلتهم لينا بصراحه جميله، ويعني احنا بلدنا الثانيه وماتش كان جميل، واعتقد الحمد لله الناس استمتعت، وجمهور النادي الاهلي كان موجود الحمد لله مبسوط، واللعيبه قعدت بشكل كويس، كان يوم حلو. استعدادات النادي الاهلي عن الفتره اللي جايه في مشوار افريقيا؟ احنا بقى لنا فتره الحمد لله شغالين، الفرقه الناس اللي موجوده بتتمرن كويس، وان شاء الله باذن الله عندنا ماتش في الدوري قريب ان شاء الله، وبنستعد ليه كويس، وناخد ان شاء الله ماتش ماتش ان شاء الله كده بامر الله، نبدا بالدوري وبعد كده نفكر في اللي بعده ان شاء الله. الف الف مليون مبروك، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. مبروك علينا الفوز واستقبال رائع من اهل الفجيره. الف مبروك ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. النادي الاهلي طبعا فريق كبير، واحنا مش محتاج مننا كلام طبعا، عظم نادي، احسن نادي طبعا في الكون، وبنشكر طبعا الفجيره على التنظيم الجميل والتنظيم الرائع، ما شاء الله يعني احتفاليه رائعه، نتمنى لهم كل التوفيق، وطبعا نتمنى ان نشوف النادي الاهلي دايما هنا على طول بجمهوره العظيم، ودايما الجمهور المصري طبعا عامل له سبورت في كل مكان، ودايما بنحضر له وبنشجعه، نتمنى له التوفيق، ونتمنى طبعا نشوفه احسن نادي في الكون زي ما احنا متعودين ان شاء الله. رايك ايه في الاحتفاليه؟ لا الاحتفاليه جميله، وان شاء الله بطوله افريقيا اللي جايه هتكون للاهلي، وكل البطولات اللي جايه للاهلي، الاهلي فريق كبير وفريق بطولات، وهو يستحق كل التشجيع وكل الجمهور اللي جاد النهارده ان شاء الله. رايك كيف النادي الاهلي النهارده؟ اداء ممتاز وتنظيم هايل، وان شاء الله جميع البطولات للنادي الاهلي. افضل نادي في الكون والله، ماتش رائع، يعني ما تخيلتش الفوز ما شاء الله. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، كما تابعتم الحدث الرياضي الكبير هنا في استاد نادي الفجيرة، واحتفالا باليوبيل الذهبي لنادي الفجيرة الإماراتي، يسعدني في هذه اللحظات أن يكون معي الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي بعد هذه المباراة الرياضية الكبيرة والنتيجة الكبيرة والحدث الرياضي. بقول لك الحمد لله على السلامة كابتن حسام، وتعليق حضرتك. أكيد في البداية بقول دائما بنسعد واحنا موجودين في دولة الإمارات الشقيقة، دولة الإمارات يعني بتأكد كل مرة على أواصر المحبة والصداقة الموجودة، ويمكن أنا بشكر إدارة نادي الفجيرة على دعوتنا اللي بها مجلس إدارة النادي الأهلي، وفي نفس الوقت على الاحتفالية اللي تمت بالأمس، ويمكن لسوء حظ أنا ما كنتش موجود، كنت لسه في طريق العودة من كندا، فبشكرهم على الاحتفالية الكريمة اللي تمت بالأمس، وبأكد أن كل ما بنبقى في دولة الإمارات بنأكد أن احنا بنبقى سعداء فعلا، يعني احتفالية احنا سعداء بيها، وفي نفس الوقت بهني نادي الفجيرة على اليوبيل الذهبي ومرور 50 سنة، وبتمنى له مزيد من التقدم إن شاء الله. وأقول أن المباراة النهاردة مش على الجانب الفني بس كانت مفيدة، على جانب الصداقة طبعا والأخوة اللي موجودة، وحضور الجماهير سواء الإماراتية أو جماهير النادي الأهلي اللي أنا بسعد أن أنا بشوفها، وبشكرهم على تحيتهم، بشكرهم على تحيتهم. لأن كانت تحية خاصة، فلازم يكون لها سؤال خاص، لأن كجماهير بالكامل هتاف موحد لكابتن حسام البدري، ثم أتيت باللاعبين لتحية هذه الجماهير، أكيد تقديرا من الجماهير للجهاز واللعيبة ولحضرتك على النتائج الإيجابية اللي تحققت خلال الفترة الأخيرة والقادم بإذن الله. والله دايما انا بسعد يعني جماهير النهارده، ويمكن ندائهم قبل بدايه المباراه عليا وتحيتهم ليا، كل الجماهير اللي كانت موجوده في جوانب الاستاد النهارده، انا بشكر جماهير النادي الاهلي، وبقول لهم انتوا بتوصلوني لقمه السعاده، لان هو ده الهدف الاساسي اللي بيفكر فيه حسام البدري، هو ده الهدف الاساسي اللي انا بسعى ليه، كل ما بعمل خطوه بسعى لهذه اللحظه، وهي لحظه رضا الجماهير وحب الجماهير. فبشكر جماهير النادي الاهلي اللي كانت موجوده النهارده، وتحيتهم ليا وتحيتهم للفريق بعد المباراه، وبتمنى ان شاء الله باذن الله نحقق لهم مزيد من البطولات. وفي نفس الوقت مره تانية بقول بشكر دوله الامارات على هذه الاستضافه، ونادي الفجيره بشكل خاص والامارات بشكل عام، وان شاء الله مزيد من الاحتفالات ان شاء الله، ونكون مشاركين فيها كنادي الاهلي ان شاء الله. وعلى المستوى الفني كان هناك اوجه الاستفاده كثيره بالنسبه للفريق؟ اكيد طبعا في اوجه استفاده كثيره جدا على المستوى الفني، واخر مباراه قبل مشوارنا المحلي مباراه طنطا مهمه، لان في طبعا التركيز اكتر بقى في الخطوات اللي بعد كده، وهي مباراه الكاس ان شاء الله، ومشوار
الافريقي، فمرتبطه باشياء كتير، فاكيد كانت مفيده الحمد لله.